اكتشفت هذا النوع من الرسم ب 2011 بشهر 11 أظن. بديت يعني أجرب أشياء على الإنترنت وهيك أرسم أشفف أشياء، بعدين تعرفت عن نوع هذا الرسم أكثر وأكثر عبين ما اكتشفت إنه عنه أشياء كثير وعجبني وبديت أتعمق فيه أكثر، إني أعرف أكثر إيش هو هذا الفن وإيش بلزمه والأغراض اللي بتسوى فيه. حكينا عن المواجهات والمعيقات اللي بتواجهها في خلال عرضك لرسوماتك ولوحاتك الفنية. لأنه أنا يعتبر مقدسي وفلسطيني، فأكيد يعني راح يكون في من قبل الشرطة الإسرائيلية أنه يقدروا يمنعوني من هذول الشغلات، لأنه يعتبر يعني تخريب ممتلكات عامة. بالرغم من أنه حاولت يعني أرسم حتى برية القدس في بيت لحم على الجدار اللي هو كل محل اللي هو كل الناس غير برسمه، فبرضه تعرضنا غير لمشاكل وبرضه منعونا، ويعني دائما نتعرض لمشاكل لأنه هذا فن وهم بيحبوش إنه نحنا نتقدم ونفرج العالم إنه نحنا برضه في عنا هيك شغلات وفي عنا فن وفي عنا تراث وهيك. طيب شو أكثر القضايا اللي بتحب تركز عليها من خلال رسوماتك ولوحاتك الفنية؟ يعني شو أكثر إشي مثلاً بتحس إنه أنت دايماً ميال اتجاهه؟ قضايا الشعب الفلسطيني، قضية الشعب الفلسطيني وقضايا اجتماعية مختلفة. فرضنا في رسومات كانت عن غرفة رقم 4، هي غرفة التحقيق والتعذيب في المسكوبية اللي بياخدوا عليها القاصرين عشان ياخدوا منهم الاعترافات. فرضنا بشكل عام عن القضية الفلسطينية، كيف الجيش الإسرائيلي بمنعنا عن أمالنا وطموحاتنا وحياتنا العادية كالباقي الناس في باقي العالم. عن غزة، هذول يعني أكثر إشي.